عشان هالسحنة انتهينا، بس قلت راح انا اوفك ما ادري والله صار بينا. عيني بس انت تشوفك والله حالك ما اعوفك، اني وانت شعبنا قابل حتى كل هجمار منا. لو قلت لك حبيبي عيني فدوة وياه للحسد ابتلي بلوى، لو قلت لك حبيبي عيني فدوة وياه للحسد ابتلي بلوى، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، والله دنيا من غيرك ما تسوى. فدوة 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 يا عزيز العين فدوة، شي خلص الملام اللوم شي فيد، حبك يا حبيبي بقلبي دا يزيد. شي خلص الملام اللوم شي فيد، حبك يا حبيبي بقلبي دا يزيد. احنا بالمحبة الايد باليد، احنا بالمحبة الايد باليد، وايام الصبا يا عيني سلوى. فدوة 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 يا عزيز العين فدوة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، فلنرحل انا وانتم في رحله جديده من رحلات برنامجكم البرنامج المنوع المحبوب، برنامج مسابقات النهار من فضائيه النهار عراق. ابقوا معنا. بربر شاطر اعظم ساحر. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النهار عراق الفضائيه، اكيد المتعه الفرح مع برنامج مسابقات النهار، والتقينا بالكباب. الله يساعدك. الله يساعدك عيني. شلونك؟ شلونهم الكباب؟ والله الحمد لله والشكر. اول شيء خوما مرتاح؟ لا مرتاح لو قفل. مفتاح لو قفل، حلو. تاخذ لنا صور حبيب قلبي. الاسم بالخير. اكم شلون انت تكم؟ لا انا اكم شلون انت تكم شي ما تكمل. أحمد. ابو شاب. يا اهلا ابو شاب. الله يخليك ابو شاب. برنامج ابي جوائز. ماشي، اذا تفوز نسقف لك سمجتين. عادي اذا سوينا ثلاثه مو مشكله. عادي ثلاثه هم مش اربعه هم مو مشكله. ماشي المصورين هم. اوكي. احمد ابو شاب، اسالك لو تعطيني مشاركه حلوه من عندك. كيفك انت على وا يا حب؟ اذا تسمعنا في اغنيه حلوه. اغنيه؟ ايه تو مره مرتد. تسلم. تحب يعني على الوطن؟ شو تريد؟ بلي عجبك، بلي عجبك. عندي وطن ظلت بس اشتاق له، ويا عذاب الما قدر يوصل هله، حرموني منك الما يرحمون، امنيتي ارجع لكن شلون وين. الله عمي علي عبد الكاظم سقف له سمشتين. اخويا عمار غير صار حسن جمعه. اوكي صوته حلو، مو صوته حلو، يقول وتستاهل الكارت بشرفي. مبروش مبروش مبروش. لا مقرمش قرمش. مبروش عمي، لك الكارت احمد من فضائيه النهار عراق وبرنامج مسابقات النهار 10000 دينار. شكرا. بعد شدريد شو تقول الفضائيه النهار عراق؟ والله احب اشكركم على هذا الجهود الطيب، واحب ابارك هذه القناه قناه النهار، وان شاء الله من تالق الى تالق ان شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا. نلتقي بشباب اخرين. تعال ابو شباب، تعال انت الاخ، تعال ابو شوارب حبيب قلبي. هلا احمد، تعال ابو شوارب، تعال. اللي يسح ما نريده. الاسم بالخير. كرار عادي. كرار كرار الفرار. لا كرار جاسم. كرار جاسم، يا لبي كرار. الله يخليك. كرار معنوياتك خمه مرتاح؟ والله طبعا مرتاح. مرتاح؟ اي والله. حلو حلو بيك. طالما مرتاح اذا لازم تسمعنا في شيء. يعني مثل ايش؟ كيفك؟ والله بذيه يعني. ابو ليه؟ انا اريد ابو ليه. بذيه. علي الدلوي يريد ابو ليه، عمار يريد ابو ليه. بذيه بذيه. ابو ذيه. يا هو ابو ليه يعني تتعلمها ابو ذيه يعني ابو ليه. يلا نسمع. كرر. نسمع ابو ذيه. ابو ذيه. أنا شديت جرحك ليش حليته؟ أي ومثل حلة مدارس علي حليته، ذكرتك بالامتحان وغلط حليته شجا وانت شاغل حتى ديه. يقول لك ينقص. يعني شنو؟
ينقص يعني تقصه. أبد ما يوم حبي إلك ينقص. ينقص ليش الصاحب من يفوت ينقص، وقت خلى الحديد بخشب ينقص، خلص قلبه وبعد ما يحمل أذية. صدق لي اسم الشيال العلاوي حلو. كرار إذا سألتك سؤال راح تجاوبني؟ إذا أقدر طبعا أجاوبك. إذا تقدر، وإذا ما قدرت كيفك بعد. كيف ما أجاوبك شي أكيد. لا لا راح تجاوب إن شاء الله، راح تجاوب رحم الله عليك. أكو فشي ما له لا بداية ولا نهاية، شنو ما له لا بداية ولا نهاية؟ إيه شنو فشي ما له نهاية ولا بداية؟ لا بداية ولا نهاية. الله. لا بداية ولا نهاية. والله ما أعرف. لا بداية ولا نهاية. زين. أريد أغنية بصوتك. أغنية. بين صوتك حلو. والله. مو لا لنقية، لا لنقية خطية تنوكل. أغنية أغني لك؟ إيه. مثل ايش يعني اغنية؟ اي اغنية براحتك. هي هي هاي سبت قلب سبايا، قمر لابس عباية، قمر لابس عباية، هي دمعة العين. هي هي هاي شلون شلون بيها اخذت قلب بديها، قمر لابس عباية، قمر لابس عباية. العب العب عمي وسقف له اسم الشيال العلاوي. حلو صوتك حلو مبروش، تستاهل الكارت والله. ايش راح اسوي بالكارت؟ اخر صحت 10000 دينار من فضائيات النهار عراق. اوكي غير لك اياه، مو انت تدلل ما للعد. لا خليك على هذا. شكرا لمشاركتك. زين اثير ما تهم تقول عينك. عمي غير لك اياه تدلل يعني تدلل بعد شدري حبيب قلبي. اكيد ما زلت متواصل معكم مشاهدي كرام وبرنامج العائله العراقيه، برنامج مسابقات النهار، وراح نلتقي باشخاص اخرين. خلينا نشوف من صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز ويانا، واكيد البرنامج عباره عن فوز، اللي شارك ويانا راح يفوز، ماكو خساره بالبرنامج. غايتنا الفرحه، غايتنا ان تتمتعون وتنسون الهم والغم مع برنامج مسابقة النهار من فضائيات النهار. عراق شاهدوني. مشاهدينا الكرام راح نلتقي الآن وياكم إلى لعبة حلوة في البرنامج. هذه اللعبة لعبة البوكس. راح ناخذ مجموعة شباب عبارة عن 6 أشخاص. هذول الستة اللي راح يفوز بيهم راح يحصل على 10000 دينار كارت، يضرب بوكس اعلى رقم هو اللي راح يفوز ويانا. اريد حكم، شخص حكم واحد من عندكم انتم الشباب، هذول راح يلعبون حكم حتى يحفظ يا الارقام. صير حكم، تعال الاسم بالخير، تعال هنايا. علي رعد. علي رعد علي راح يصير انت الحكم. اوكي اللي يفوز تحفظ يا الارقام حتى شنو نقول يا فلان فايز. صار وضع علاوي. اوكي راح نلتقي بالكباب الموجودين عندنا في المسابقه. الاسم بالخير. احمد فارس. احمد ايه؟ حضرتك احمد محمد. احمد محمد. احمد فارس. احمد محمد. انت كمال. كمال. علي السجاد. علي السجاد. غدير. غدير. علي اكبر. علي اكبر. مشاهدين كرام اكيد المتعه مع برنامج مسابقات النهار من فضائيات النهار عراق، واحد الشباب يبلشون باللعبه، وخلينا نشوف من صاحب الحظ السعيد اللي راح يفوز ويانا في هذه اللعبة الجميلة. شباب احمد اول واحد بلش انت، يلا خلينا نشوف من البوكس ماله قوي وراح يفوز. من البوكس ماله قوي، من نقول ابدأ. اوكي احمد من ورا الثلاثة، 1 2 3 ابدأ. على الرقم عمار قضير. علاوي 752 احفظ وياي. احمد صير لي على صفحة. احمد الله حمودي يلا يبلش. احمد 1 2 3 ابدا. من 108 احفظ علاوي. كمال بلش. كمال 1 2 3 ابدا. الله الله خربطنا. 748 اقل بشويه. غدير مو علاوي. علي السجاد يلا علاوي 1 2 3 ابدأ.
علي السجاد 790 790 غدير غدير اخو هدير يلا ثلاثه الله 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 هنا لا اقل بشويه من عتهم اقل من عتهم بشويه هسه علي اكبر الله اكبر الله دقيقه وقف شو علي حسد لا يزود يلا علاوي واحد اثنين ثلاثه ابدا خلي نشوف علي اكبر سقفوا له سمشتين علي كاظم علي عبد الكاظم سقف له سمشتين صار حسن جمعه احمد اللي فاز ادري مو انت علي عبد الكاظم اللي عندنا ابو المونتاج زين عندنا عمار خضير زين صار حسن جمعه اوكي نقول له مبروش صار حكيم الشيخ اوكي مبروش مو عمار احمد شنو احمد محمد احمد محمد حصلت على رقم ايش قد 880 شنو شنو لعب حديد انت ايه لعبت تراك بتشانس لا لعبت تراكت لاعب وتارك يعني لاعب وتارك جبت 808 انا بالصبع ايش اسوي له يطلع 900 حداك لا بس انا ماني خسر خطيه مسكين بعد هذا صاحب جهال يريد يتزوج يعني احتراما لك ما اريد حتى تفشل وكذا مشكور تذكر معمار مره من سويت لي البوكس بس بالصبع ايش بس ايش 1500 ايش قد تذكر 1500 مو قدامي تذكر يعني ماكو داعي بعد ما يحتاج تجرب ما يحتاج اكيد عمي مبروش سقفوا له سمشتين كباب على الصنيع حلو 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 حمودي فاز ويانا بكارت نقول لك مبروش لك الكارت وخبرني بعد 12 مغلق ان شاء الله مشكور قوي حظك حلو لا مو شاركتنا بالبرنامج وفزت ويانا مشكور كاش يا عمي لا محتاج شو تقول بهالمناسبه العزيزه حتى تقول انا بطل البوكس مو بطل البوكس بس هو تحدي وصار تحدي ايه يعني من تتعارك شنو راح ايش تضرب الواحد لا شلون والله لا ما تعارك لا والله لو انت واقف الله يبعدك الله يبعدك ها عمار من الوراء الفائز الثاني مو احنا قلنا ناخذ ال شنو قصدك يعني عمار اعطي جائزه انا واحمد واحد والله ما مو هذا لازم اتصل بالاستاذ حسن جمعه اتصل بيه علي عبد الكاظم دق لي رن التليفون يرحم والديك الو استاذ حسن جمعه الله يساعدك عندنا هذا الفائز الثاني احمد شنو قلت احمد فارس هو ابو فارس اي فارس وعنده بطولات وخاض معارك عديده نعم نعم انفوز استاذ حسن جمعه شو تقول ما شو عمار يقول فوز هذا شو حن عليا ما ادري لانه ما عنده شوارب ولحيه والله ما اعرف ها فوز نقول له مبروش استاذ حسن زار حسن جمعة المدير العام يقول فوزه يستاهل لأنه ما عنده شوارب عمي صار تدلل مع السلامة سقفوا له سمشتين كباب علاوة سقف له سمشتين حلو حلو مع الشكري الله يديك يلا الفائز الأول والثاني تدلل ويدندل علينا وإحنا من بغداد ويدندل علينا من بغداد إحنا من بغداد ونقول لك مبروش أبو كروش ولو ما عندك ممسوح مسح خبري بعد 12 مغلق التليفون ان شاء الله كل مسابقات النهار وفضائيه النهار عراق عاشت ايديكم لعبه تحفز شباب يعني حلوه خاش لعبه خوش لعبه راح تتزوج يعني قبل لا والله خبر المره خبر المره حبيب قلبي تحياتي لك احمد فارس والله المشاركه الله يديك اذا المشاهدين الكرام مستمرين معكم وهذه الحلقه المميزه الجميله من برنامج مسابقات النهار من فضائيه النهار عراق شاركوني خايف تطول دروبكم خايف ونظل بعد ما نشوفكم خايف خايف تطول دروبكم خايف ونظل بعد ما نشوفكم خايف ونظل بعد ما نشوفكم خايف خايف تطول دروبكم خايف
هاشر العفو هاشر انت وراي الله يسعدك عيني انا مرحبا عمار غير تقول لي اكو واحد قاعد على الميز ايش يسمون الكرسي هذا ساحة الصوت اي والله غير تقول لي يا اخوي ما يصير الله يسعدك حبيبي اعذرني يا اخي مع بالي ماكو احد عادي يا معاد ماكو الاسم بالخير تفضل تفضل الاسم لا لا تفضل الله عليك لا لا ما زاد فضلك زاد فضلك الاسم خير بكر اني بكر قوم لي بكر اللهم صل على محمد وآل محمد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عمار مو شوية أنا أطول من عنده شوية شوية مو سال حسن جمعة يرحم والديك خل شوف المدير شو يقول يا الأطول هو لو أنا يعني عيب يوقف بصفوي فشلة فشلة يوقف بصفوي يعني نشاز يعني أنا أطول من عنده شوية يوقف بصفوي لا تعال أخوي سالفة من الصورة عمار الداتي بكر ار شلونك بكر؟ لا بكر ارجوك مو دا اقول لك هاني اطول يا اخي انت المفروض ما توقف الصفوي عادي عادي ماكو ما يصير تدري ليش؟ البلديه ما تقبل يا اخوي يعني تصير اطول من عندي ازعل عمار يزعل انا ازعل على عبد الكاوي يزعل كلها تزعل الكادر كلهم بالفضائيه يزعلون تحياتنا الله يسلمك خلنا ننزل شوي حتى تصير شوي اكثر من عندك الخطيه انت السبرنجات ماكو بكر لا لا خطية انت والله ابو شوارب انت بكر ايش عندك مشاركة حلوة لو اسألك سؤال مشاركة مثل ايش يعني كيفك مثل ايش يعني مشاركة عندي كم مشاركات مثلا اعطيك وحدة وشلغم 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 ما اكل شلغم انت اكله يعني شلغم اي شلغم ايه شوف بكر من شلغم وشلغم وشلغم قلت لي ليش تاكل الشلغم وشلغم وشلغم قلت له كافي بعد لا شلغم علي سقف لي اسم الشن عمي بكر انطيني شعر او اسالك سؤال اعطيك شعر او اغنيه اريد اغنيه مبين صوتك حلو لا شعر يلا شعر او انطيني فد موقف طريف مر بي شلون بالله شلون بالله شلون لو دار الزمان والله ما أضل صاحبي يلا ألقى شعر لولا يلا يلا مشكول الذمة كل من فرقني وياك من فرقك وياي على طار العشق فسد حلمنا لا لا أرجوك بهاي أنا ما أقبل يا جنبيت رب الراد ننساك عسى مبختك كل واحد فصلنا غيري غير شلون مثلي حيل هناك لو بعدك تون وتعاني منه لبست الحلقة بيدك قلت له هواك حنا حطوا بيدك بالعافية تهنا تعالوا شوف حال الحيل ينباق ولا واحد عرف شنعانا احنا بالتوفيق عمري من سعد كون القاك وفي دموعك انت انتهت قصتنا اهواك اتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ودلالو يس 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 افكور كوروس افكورس افكوروس ارغون سيرس ارغون سيرس ارغون سيرس you are speaking English very very good yes I can't just speak English You can't speak English. Very good or between? You are 50-50, yeah. 50-50? Yeah, 50-50. Okay, okay. Where do you live, Bakr? Sean. Where do you live? You live in Baghdad or...? Baghdad. Baghdad. Where in Baghdad? بالبيع لا صار عربي شم شن شن شم شن شن شم ويا هلا بياع بياع حلو المعاني مرحبا فرح وزماني شوفيتك وردت لي روحي هلا بك عين وهلا بك وين بعد وين وين الاذان يا اخو يا بكر وينك وين الاذان بكر مبروش حبيبي وتهانينا فزت ويانا ب 10,000 دينار اشكرك رحم الله والديك كاشي عمي كاشي وين ماشي على كاشي شوف احنا اللي يشارك ويانا ما يخسر يربح اي صحيح ماشي عمي عيني اوكي هلا. مبروش لك الكارت علاوي عبد الكريم سقم له اسم الشين اخويا هلا 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 بالمهلي شوفوا المسابقات النهار من فضائيات النهار العراق والله بمناسبه فوز شكرا جزيلا لكل الكادر وتحياتي لهم جميعا ان شاء الله يا رب التفوق دائما والنجاح الدائم اللهم يطولني شويه فد بعد اللهم يطول صديقنا شويه بعد فواز الكار فالشبر بس انا كارك مو فالشبر فالشبر اطول شكرا جزيلا عين انت هلا مرحبا تحياتي هلا والله
على عبد الكاظم هاي اللقطه لا تقصها اخوي اخوي، لقطه حلوه وصلوا للقمه، قمه البرج راح ينزلون، راح ينزلون مو لو هناك راح ينزلون، راح يهبط هسه راح يهبط. نزلوا من جانب الحارس شمروهم. صعدوا مرت الثانيه ونزلوا مرت الثالثه ومرت الرابعه من زوجة خطيه ومرت الخامس نزلوا. فقره حلوه كانت. مشاهدينا الكرام هذه اللعبه كلش حلوه طبعا. الاسم بالخير حيدر. ايه حيدر. ايه حيدر شنو؟ ايه عافيه عليك. ايه عافيه عليك حيدر. وحضرتك عمر. يا هلا بعموري. وانت احمد. احمد احمد عمر حيدر. اريد شويه اعصركم، مو يعني بمعصاره او مثرامه، لا شوي اريد نطلع هالامكانيات الحلوه اللي عندكم. نبلش بكبير القوم. صايرين. شو تقول حيدر؟ صايرين. صاير. نبدي وياك. يلا شكو بيها وياك. شو راح تنطيني فعاليه حلوه؟ يا اما اطلب من عندكم طلب تنفذوا لي اياه، او تعطوني مشاركات شعريه، او اسالكم سؤال وتجاوبون عليه. احنا حاضرين، اهم شيء هي المشاركه. وشوفتك ابو حسين الورد. الله يسلمك حبيبي الاورد. حاضرين. اطلب من عندكم طلب. اطلب طلب. حيدر دبر هذا. اطلب من عندك شناوه. شناوه؟ اي شناوه. شناوه لعبه هاي شناوه. اي دبرها. إيه تريد ابطل لو علي ديانات ورجينات وتصعد وتنزل. يلا 10 مرات. كباب جاهزين انتم؟ جاهزين. جاهز عمر؟ جاهز. لا لا عشا. حيدر جاهز. جاهز جاهز. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار عراق، ما زلنا مستمرين بالفرحة العراقية والبشرى التي سوف تدخل الى كل بيت عراقي من خلال برنامج مسابقات النهار. رجاء فروا الاريل، خلوا بالطباخ وخلوا القناة مو لا بالبداية بلبل بل اريد رقم 1 2 3 4 قناة النهار العراق. ليش تفوتكم برامج تخبل، حلقات حلوة، كل البرامج حلوة عندنا بقناة النهار العراق. راح نطلب من الكباب يلعبون لعبة شناو. وصحيح مو شناو يسموه؟ صحيح. ساعة الصودة شناو اللي ساعة الصودة اللي عرفتك بيها. اللي راح يفوز راح يحصل على كارت 10000 دينار. جاهزين شباب؟ عندنا حيدر وعمر. عمر واحمد. انا سويتكم اثنيناتكم حيدر. يلا كباب تفضل يمي، تعالوا هنايا. وضع البطاح. كباب اموت على الكباب. يا ويلي. يلا حيدر ترى عادي ما بيها عيب، انا هسه ما عندي مانع، انا هسه انبطح وضع البطاح. عمار خضير مصورنا العزيز صير قبالهم. من اقول ابدا؟ اللي راح يفوز يحصل على كارت. اوكي البطن وضع شنو؟ ساعة الصدى دقيق بعدني بعد ساعة الصدى. 3 1 2 3 ابدأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. والهدف الأول للفريق العراقي مقابل لا شيء للفريق الفنزويلي، سجله اللاعب فنحاص دنا السلوم وكان من جانب العارضه. عمار ساعة الصودا شو اخوي الحقني، كادتهم لعبه ولا شناو؟ انا اقول لك اني هيدا امشي المشاركه، يعني انت ما تدور فلوس، حصتي متبرع بها للشباب. لا ابدعت والله، اهم شيء شوفتهم. لا لا مو احنا. لا لا علاوي تدري شنو هو؟ ايه؟ اولا قناتكم شابه مثنين هالموفقيه. الله يسلمك. وبعدها ما متزوجه القناه على فكره، شابه وما متزوجه. انا اخذها ولا يهمك. ايه؟ انا اخذها من نفتح قناه مال رياضه اخذها. تاخذها. حتى نسوي شو اسمه شبكه. شبكه. اي مال اعلام. شبكه مال اعلام، حلو. يا اخوي هسه يعني عمر شو شفتك تعبت عمر؟ اني لا لا بالعكس. دع جهالك الله عليك. ما متزوج والله بعدني. بعدك ما متزوج. كم جال عندك؟ اني؟ كم جال عندك؟ عندي 10. ما شاء الله ما متزوج وعندي 10، اذا يتزوج فد 20 25. انت احمد كم جال عندك؟ والله ما متزوج. لحد الان؟ اي والله احب بعد ابكي يعطوني. عمرك 50 سنة وما متزوج، عجيب ليش؟ اي والله. ما انت تحبون؟ اي نحب. يعني تتوقع الحب ناجح حلو يعني الزواج على الحب؟ ان شاء الله ان شاء الله، انت امل امل ان شاء الله. امل الزوجة خطية سلم عليك وقالت خليجي يخطبني ان شاء الله دائما. الله يسلمها. الله اختي اختي امل. الله يسر عليها. حبيب قلبي. ثلاثتهم يعني فازوا زين. راح اطلب شغله من عندهم، ما اريد اعصرهم، انا قلت اعصرهم، اريد اعصر مو ثلاثتكم فز مو ذلك يفوزون ثلاثه. عمار شو نسوي بك حال احنا؟ لازم شلون بالله؟ غربله. غربله نغربل.
رددوا لي هالعبارة اللي ردتها صحيح راح يحصل على الكارت. زين شن شن شيرة شن شن شرا ثلاث مرات شن شن شيرة شن شن شرا ثلاث مرات ثلاث مرات على الصنيع بدون اي غلطه تعتبر خسران ماشي شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا احفظها بعد هسه نبدي من احمد يلا بلش شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا انت شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا حيدوري شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا شن شن شيرة شن شن شرا عمي خطيه برقبتكم تدري هاي يعني انت مختار فرق ريال وبرشلونه شو تسوي يعني ريال وريال وشربيلونه عمار ذولا ثلاث عمار ترقمت ما اشوفه كاني شا اخوي الضوء بعيني ثلاثه فازوا لا لا اخوي لا والله تستاهلون انا فوزكم ثلاثتكم والله حبيب قلبي لا لا طالما تستاهلون والله مي العين طالما فزتوا نقول لكم مبروش كل واحد حصل على كارت بعد سمسم لو جوز لا لا جوز ما عندي سمسم كله جوز جوز اطيب من السمسم عمي تهانينا 10000 دينار لك احمد مشكور بعد ايش تريد مشكور وعموري 10000 لك بعد ايش تريد مشكور صبري ما عاد 12 مغلق الهديه يعني من القناه من الاستاذ حسن جمعه المدير مشكور لانه اتصل بي وقال دير بالك عليهم هذول خوش شباب خطيه مال الزواج وحيدوري مبروش لك ال 10000 دينار مبروش بالسمسم يا ورد حبيب قلبي زين شو تقول القناه النهار العراق وبرنامج مسابقات النهار يعني قناه فتيه ان شاء الله متمنين لها الموافقه بسياق القنوات العراقيه الجديده خدمه لهذا البلد وادخال الفرح لقلب الناس واتمنى لك انت بالذات الموفقيه حبيبي علاوي حبيب قلبي شكرا تحياتي لك شمكوره تردين الصدق ما قصريتي شمكوره تردين الصدق ما قصريتي مشاهدي الكرام ما زلت مستمر معكم وبرنامج مسابقة النهار من فضائيات النهار عراق وأكيد الأسئلة الموجودة والتحشيش الموجود والفقرات الموجودة عندنا فقرات عنقية قطنية باطنية صدرية بربر شاتر هذا الشهر هلا بالكباب هلا باللي يلعب تشوبي هلا برجال تشوبي هلا باللي يلعب تشوبي هلا برجع اينو الا اينو اينو وينو اينو تعال وين رحت تعال 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 والله تعال رجعتي اناي انهزم انهزم رسم بالخير صفا ابراهيم صفا ابراهيم صفا انت راح تفوز راح تقول له على عنادك انهزمت عبال اسالك سؤال والله ما اريد اثنين راح اسالكم سؤال واعطيكم بخيارات تعال حيدر زلم ما تنهزم تعال منا تعال منا هات يجيك الخير ويجيني حيدر صفاء صفاء بحيدر كاش يا عمي وين ماشي الساحة السوداء من هو مخترع مو يعني والله ما بيش عايشي ما بيش كلام بيش كلام ماكو أبد اللي اخترع الراديو من هو بدون خيارات اول مره خلينا نشوف احتمال يعني الذكاء عندكم يعني نبدا من صفاء ما اعرف ما تعرف صفاء حلو ما متزوج ما يعرف هنا متزوج عنده 10 نسوان ها زوج عنده 2 اطفال ساعه الصوت الله يخليه حيدر اي نعم المخترع الراديو ايه والله ما اعرف راح اعطيكم بخيارات تريدوا تعروزيه لو مال مي لا مال مي اريد مال مي انت ايش تريد عطروزي 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 ايه السؤال قلنا ما او من هو مخترع الراديو هاي كل اسئله من قلبي شوف قلبي مليان اسئله مليان من جوا يطلع هيك شيء يفوح عنبر هل هو بس رجاء كباب الله يخليكم دعاء جهالكم ولا ما متزوجين ادري بكم لا حد يجاوب من يمه عموري خذي شرخه الله عليهم تصوير من بعيد حتى يطلعون يشوفون نفسهم الشباب الحلوين ذولا كلهم باع لحيه وشواريب بعد ما متزوجين على من ترغب الزواج بهم الاتصال بعلي الدلوي ساحة السوداء هل هو جون بيرد واحد او ماركوني او جراهام بيل انت يعني ايده اخويا لا انت ما لا تأيده راح تخسر شنو بعد الاختيارات الثانية جون بيرد
لو لو ماركوني لو جراهام بيل واحد وعلى الصنع. ماركوني ماركوني اريد تثبتون. ماركوني ماركوني اي ماركوني. انت ايش تقول؟ جراهام بيل. جراهام بيل اكيد ان شاء الله. ابو شوارب هي توكل ذاتي ما عندي هذا. يقول لك ابو شوارب قام يهارب بالتيارة بس الخيارة ما اكلها. هنا يختار حيدر حيدر حيدوري هذا عمي ماركوني. ماركوني ايه صندحيح ماركوني. وهنا يختار جراهام بيل. كباب انت شو تقولون؟ هسه الجواب للجمهور شو تقولون انتم بصوت عالي؟ ماركوني. ها؟ ماركوني ماركوني ماركوني. وجواب صندحيح من حيدر. سقفوا له اسم الشين علي عبد الكاظم. سقف له اسم الشين سار حسن جمعه سار حكيم الشيخ العمار صغير جيب الكاميرا وصفق له. هلا 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 ماركوني. وبعد ما متزوج راح نزوجه بعد شو تريد؟ يلا بعد فزت ويانا ب 10000 دينار. هذا يبقى عندك سنه كامل وما يخلص. تريد تخلصه وما يخلص. انت تفزع بعد. مبروش لك الكارت. ليش ما اختارت؟ لا ماكو فرق. احنا واحد اكيد ان شاء الله. يعني ما تصيرون اثنين ابد. لا لا واحد. شكرا لمشاركاتكم شباب. حبيبي علي بك. شعورك وانت لابس ستره؟ شعورك ابو ستيانه بالبرنامج؟ طبعا اشكركم على هذا البرنامج واشكركم على هاي الهديه وتسلم. داعت حيدر بما انك فزت رديت هالعبار. هالعبارتي انا دائما احتفظ بها وينهزم. يقول لك جون جيني جناجا بارام بام 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 دش. رافقونا وبرنامج مسابقات النهار من فضائية النهار عراق. مشاهدينا الكرام ملتقينا بشاب شاب 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 انيق يخبل بعد ما متزوج. هذا الشاب اللي قدامكم بعد ما متزوج عمره 25 سنه ليش ما متزوج وعيونه خضر؟ ما اعرف دمرني ما ادري يعني فشيء. يعني انا وعمار انصدمنا بيه انصدمنا بيه يعني كلش. استاذ حسن جمعه يرحم والديك مديرنا هذا الشاب ما متزوج يعني ايش نتخذ اجراء يعني؟ استاذ حكيم الشيخ انت ايش تقول؟ ها نزوجه؟ يستاهل والله. اسم الشاب عادل جبار. عادل جبار ابو سرمد قام يقول عادل جبار وهو مرتبك بيرد يقول ابو فلان. هلا اخ عادل. ما اصحك اخ عادل. اخ عادل ما اريد اكبرك بعيون الخضر. حبيب قلبي اخ عادل. برنامج تحشيش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ماشي الله يسلمك. اللي شاركنا يفوز حبيب قلبي ما تطلع خسران. تسلم لي. اي والله. ابو سرمد مو؟ نعم. طلع ما متزوج ابو سرمد. لا حلو ما متزوج ابو سرمد. اخ عادل حبيبي راح اسالك سؤال كل سهل وهذا السؤال من عندك وبيك صار بس داع جهالك ادري بك ما متزوج. داع جهالك تجاوبني جواب صندحيح بدون لا لف ولا دوران. ماشي وخلي الله بين عيونك وتتذكرني صحيح. ماشي ماشي. السؤال جدا صعب والسؤال يقول متى تزوج ابو سرمد في اي عام؟ 75. 75 نعم. داع جهالك ادري بك ما متزوج اكيد. 75. 75 زوجت؟ ايه؟ يعني قبل بسنه هو تزوج. قبل بسنه يعني ورا سنه انا جيت انت من الزوج انا ورا قلت بربر شاطر اعظم صار طلعت حبيبي للجمهور. تسلم لي. 75. 75 المهر كان ايش قد؟ ما اتذكر. ما تتذكر مهر شنطه المراه؟ ما اتذكر. والعلاقه دامت الحمد لله وشكر لحد هذا اليوم. الحمد لله الحمد لله طولة العمر ان شاء الله حبيب ربي يخليكم لبعض. الله يخليك. اذا جواب جواب صندحيح مشاهدينا الكرام. وعمار خلي شرخ الله على الكباب الموجودين خطيهم طلعهم ذول الاريحيه باوع شلون شلون شباب يخبلون. الله 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 بالشباب باع باع كلهم مخلين ريحه باع كلهم ريحه تخبل شباب انيقين. ابو سرمد فاز وياي مبروش نقول لك. علي عبد الكاظم حبيب قلبي سقف له سمشتين مقدم من قناة النهار عراق وبرنامج مسابقات النهار 10000 دينار. هذا تتزوج بمرت الثانية مباشرة. حبيب قلبي شو تقول للبرنامج مسابقات النهار وقناة النهار عراق؟ أشكر إن قناة النهار إن شاء الله الله يسعدها. هسه احنا مو ليل راح يصير نهار. نهار حبيب قلبي لأنه قناة النهار موجودة. تسلم لي حبيبي. حبيب قلبي تسلم لي. خليها يا رقم رقم 2 3 رقم 1 لا راح تطلع بيه ابو سرمد. دير بالك ابو سرمد حبيبي راح تطلع انت رقم واحد نمبر 1 نمبر 1 قول لهم يطلع مسابقات علي الدلوي وقناه حبيبي. النهار وساعه السوداء. تسلم لي. مبروش ابو كروش. شكرا جزيلا لمشاركتك. تحياتي لك حبيبي. خابرني حبيبي. بعد 12 مغلق ان شاء الله. تحياتي مع السلامه. اذا مشاهدينا الكرام هكذا
انتهت هذه الحلقة الجميلة المميزة بالمشاركات الفعالة والجميلة من قبل الجمهور الحبيب، الجمهور العراقي الحبيب. غايتنا فرحتكم، لا تضوجون، ماكو ضوجة بعد اليوم، فروا الأريل على قناة النهار عراق. لا تنسون رقم 1 نمبر 1 بالستلايت، إذا مو 1 ما أقبل بوتيتا، ما أقبل بوتيتا إذا مو نمبر 1، تخلوه بالستلايت. مسابقات النهار وقناة النهار عراق. كان معكم في الإعداد والتقديم علي الدلوي، وفي التصوير عمار غضير. أكيد راح أنتظركم وانتظروني بحلقة أخرى من برنامج مسابقة النهار، فإلى ذلك الحين نقول مع السلامة. ما